مساء الخير لكل الساده المشاهدين في مصر وخارج مصر. اهلا بكم في حلقه جديده من برنامج اكلات وتكات شيف حتى على قناه الحياه. زي ما عودناكم تقدروا تتواصلوا معانا من صفحه قناه الحياه على الفيسبوك او من خلال اي رقم تليفون ارضي على 38 55 00 17 من جميع محافظات مصر ومن جميع انحاء العالم لو زودتوا مفتاح فتح مصر. عشان الصيف وعشان سهرانين وقاعدين مع بعض والاجازات والجمال، تعالوا نشوف المنيو بتاعنا النهارده. نقول بسم الله الرحمن الرحيم. هنعمل ايه يا عم حسن؟ هنعمل البسبوسه في تفاصيلها وحركاتها وتكاتها، وهنعمل بسيمه، وهنعمل هريسه. احتاري واختاري، تعملي بسبوسه او بسيمه او هريسه زي ما انت عايز. موضوع البسبوسه سهل جدا جدا جدا، لكن بيعمل مشاكل عند ناس كتيره. طب تعالوا نعرف التفاصيل بتاعتنا عشان نطلع البسبوسه ناجحه ومرمله وزي الفل. زي ما انت شايف، اهم حاجه عشان اعمل البسبوسه بجيب الصينيه بتاعتي قطرها 28 سم، وبحط لها معلقه سمنه وبدهنها كده فيها من الحروب بتاعتها كويس جدا، وبعد كده ادخلها التلاجة تجمد عشان السمنة دي تجمد، عشان اما اجي هنا بالطحينة تبقى الطحينة تاخد طبق. يبقى احط دي في التلاجة تجمد لحد ما اخلص كل حاجتي. خطواتك كده كلها قدام، يا دوبك انا دهنتها سمنة وخليها تجمد في التلاجة. تعالى بقى اعلق على الخليط بتاعي. الخليط بتاعي بجيب دقيق البسبوسه السايب اللي بيتباع في السوبر ماركت كيلوات او من عند العطار اللي جنبي. دقيق البسبوسه السايب، مش العلب اللي فيها البيكنج باودر وجوز الهند. عند الكيلو بيتباع عيك زي الدقيق بالظبط اهو، 3 كوبايات كبار، يعني 625 جرام من دقيق السميط لو عندك اهو. 3 كوبايات كبار من دقيق السميط بتاع البسبوسه حطيته هنا اهو. وبعد كده عم حسن معلقتين من جوز الهند وذره من البيكنج باودر، ودخلي كل ده مع بعض. دي السميطه مع جوز الهند مع البيكنج باودر، وتقدري تشيلي جوز الهند لو ما بتحبيش طعم جوز الهند في البسبوسه تقدري تشيليه. تمام، يبقى كده الثلاث كوبايات من دي السميط السايب اللي بيتباع كيلوات موجود في السوبر ماركت على الرف بتاع الدقيق او عند العطار، وبعد كده معلقتين من جوز الهند وذره بيكنج باودر لساعد حضرتك. بعد كده بجيب 3 ارباع كوبايه كبيره من اللبن، 3 ارباع كوبايه كبيره من اللبن. حطيت 3 ارباع كوبايه كبيره من اللبن، وبعد كده احط عليهم 3 ارباع كوبايه من اللبن، احط عليهم 3 ارباع كوبايه من السمنه. ادي 3 ارباع كوبايه من اللبن و3 ارباع كوبايه من السمن و3 ارباع كوبايه من السكر ونص كوبايه من العسل التقيل اللي هو بتاع الكنافه، العسل التقيل بتاع الكنافه اهو، شربات الكنافه. وبعد كده يا عم حسن هنعمل ايه؟ كل ده مع بعضه؟ اه، يبقى هنا 3 ارباع كوبايه لبن، 3 ارباع كوبايه سمنه، 3 ارباع كوبايه من السكر، نص كوبايه من الشربات التقيل بتاع البقلاوه وبتاع الكنافه اللي هو الاثنين ميه الاثنين ده، ودفيهم فقط لغير، خليهم يندمجوا ما يسخنوش. خدي بالك اهو زي ما انت شايفه، ادمجي 3 ارباع كوبايه سمنه، 3 ارباع كوبايه من ايه يا حسن؟ من السكر، 3 ارباع كوبايه من اللبن، نص كوبايه من الشربات التقيل بتاع الكنافه وبتاع البقلاوه اللي هو 2 كوبايه سكر لكوبايه ميه وعصير ليمون، بس يكون مع بعضه تقيل اهو. دوبي 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 دوبي، ما تستعجليش، كل خطواتك كده كلها قدامك عشان نعمل احلى بسبوسه في الدنيا بتفاصيلها بحركاتها بتكاتها. يبقى عندنا السمنه 3 ارباع كوبايه، اللبن 3 ارباع كوبايه، السكر 3 ارباع، العسل التقيل هو الشربات التقيل فقط لا غير هو نص كوبايه بس. تمام، اندمج كده مع بعض، وخد بالك ويكونوا ايه؟ ما يكونش يسخن، خدي بالك يا دوبك تقلبيهم اندمجوا ما يكونش يسخن. تعالى بقى هنا اهو. هنا موجود الثلاث كوبايات كبار دي سميط ومعلقتين جوز هند وذره بيكنج باودر. قدامك اهو. تعالى نزل الخليط ده عليه وبص عليه عامل ازاي. اندمج اللبن والسمنه والسكر والعسل التقيل. كل ده مع بعض، ولمي بقى كل حاجه عشان كل حاجه بفلوس. وبعد كده نعجن. يعني مش هبس، لا هعجن كده اهو. هعجنها كده بكل سهوله بكل سهوله، ما تبسيش. يا عم حسين صباح الفل لكل اسوان وحبايبنا الحلوين. يا عم حسين السلام عليكم، ازيك يا عم حسين؟ بركاته يا عم حسين يا غالي. الله يخليك يا عم حسن، تسلم ايدك. صباح الفل، نهارك ابيض يا عم حسن. علينا جميعا يا عم حسين، نهارك قشطه يا غالي. ان شاء الله باذن الله. عاوزين تعمل لنا البسبوسه بالقشطه، والبسبوسه الشربات بتاعها بارد ولا سخن يتحط لها؟ تحت امرك، كل اللي انت تحلم بيه. بقول لك البسبوسه ده الاساس. بعد كده بعد ما تسويها وتبرد تعمل طبقتين، طبقه تحت وطبقه فوق، وجواها وفوسطها قشطه زي ما انت عايز. سهله جدا زي ما انت شايف. بص الترميله يا ياسر، بص الترميله، بص الترميله عامله ازاي قدامك اهو. الترميله، بص الترميله
هي دي اللي احنا عايزينها، مش اكتر من كده، مش اكتر من كده. يبقى 3 كوبايات كبار من دقيق السميد، معلقتين جوز هند، ذره من البيكنج باودر، 3/4 كوبايه لبن، 3/4 كوبايه سمنه، 3/4 كوبايه سكر، نص كوبايه على الشربات بتاع الكنافه. وبعد كده بص عامله الترميله كده، بص التركه ادي الترميله اللي انا عايزها، بص عليها عامله ازاي، بص يا تفاصيلك، بص الترميله، هي دي الترميله. اجيب الصينيه اللي انا دخلتها الفرن عشان ايه؟ التلاجه اللي انا دخلتها التلاجه، يا الله يا جمالك، الحمد لله على سلامتك يا عم عبد الله. بص جمدت ليه؟ بص اللي دخلتها التلاجه جمدت اهو. اروح جايبه معلقه طحينه واحطها كده عشان الحروف تبقى مقرمشه، بص التفاصيل. معلقه طحينه ووزعها في الفرن. بص قدامك اهو، وزعيها اهو. ادي الطحينه اهو، وزعتيها في كل حته. تمام؟ اروح جايبه الخليط ده كله حطه في الصينيه دي، بص الترميله وانت نازل اهو. حاضر. واعمل ايه يا حسن بعد كده؟ ابل ايدي بالميه، بص ميه اهو. ابل ايدي بالميه بكل سهوله كده. بل ايديا بالميه كده. وبعدين عشان ما تكونش معيشه، يعني فيها هواء، يعني ايه معيشه؟ اخبطها خبطتين اهو. عشان ايه؟ الهواء ما تبقاش معيشه. ده سادة كده، سادة؟ اه سادة. طب لو عايزاها بالمكسرات، تعال اعملها لك بالمكسرات. بجيب اللوز ده واسلقه واحطه في ميه، بعد ما اطلعه من الميه السخنه بحطه في ميه بتلج واقشره، واقشر منه كده، تعالى رصه واحده واحده كده، رصه كده اهو. تعملي باللوز، تعملي بالبندق، تعملي سادة، تعملي بالقشطه زي ما قال عم حسين، هي الاساس، الاساس واحد. خطواتك كده كلها قدامك، الاساس واحد. يا تفاصيلك كده اهو، الاساس واحد. رص اللوز، رص الكريز، رص الفستق، رص البندق، كاجو، عندك اللي عندك، سوداني، ما تسيبيها ساده زي ما انت عايزه. خطواتك كده كلها قدام. اهم حاجه البسبوسه تبقى مرمله كده، بص الترميله دي اهم حاجه اللي جايبها لك استاذ ياسر، هي دي الترميله اللي هتخلي البسبوسه زي الفل. وبعد كده ادخلها النار على درجه حراره 220 لمده 5 دقائق. بعد 5 دقائق بخفض الحراره الى 200 واسيبها 25 دقيقه. في الاثناء دي بقى هعلق على الشربات، يعني جواها سكر وعسل. وفي شربات تاني؟ اه في شربات جاي، خدي بالك، مش ده بس، كل التفاصيل كده قدامك اهو. وبعد كده حطيت اللوز او البندق او السوداني او الفستق او الكاجو، او اسيبها ساده عشان احشيها قشطه، او اهديها شوكولاته من فوق زي ما انت عايز. افكار كتيره جدا للبسبوسه تطلعي وتدلعي عيالك في ايام الصيف، عشان تعملي البسبوسه بتفاصيلها وتطلع ناعمه ومرمله واخده اللون الذهبي، والحروف دي تبقى كريسبي عشان شويه الطحينه اللي احنا حطيناهم. كل خطواتك كده كلها قدامك اهو، عشان تعمل بسبوسه او هريسه او بسيمه، اتبع الخطوات اللي احنا هنعملنا وبعد كده هنعملها. يا استاذه شيماء، ازاي حضرتك يا فندم؟ صباح الفل يا هانم. صباح الجمال، كل سنه وانت طيب. وحضرتك وكل سنه مشاهدينا واحلى تحيه لشبرا الخيمه. وحضرتك وكل سنه مشاهدينا واحلى تحيه لشبرا الخيمه. الله يخليك يا رب، شبرا شبرا كلها منوره بما بتسمعك يا شيخ. صباح الفل، تحيه لحبايبنا كلهم وناسنا واسلنا وكل ناسنا في شبرا الخيمه. ربنا يديك الصحه. امين يا رب. بس انا طالبه طلب صغير بس. تحت امرك. انا بس معلش كنت جايه اتاخرت على اول البسبوسه، بس عايزاك تقول لي مقاديرها تاني معلش. من العندي قبل العندي، تحت امرك يعني. تحت امرك يا شيخ، تحت امرك. تعالى بص بقى عشان نعمل الشربات بتاعها. بص اهو، كوبايتين ونص من السكر على كوبايتين ونص من الميه، بص التفاصيل، واحده واحده كده قدامك اهو. ودوبهم بره النار كويس. ده الشربات بتاع البسبوسه اهو، كوبايتين ونص من السكر على كوبايتين ونص من الميه زي ما انت عايز. دوبها بره النار كده، دوبيها بره النار. بعد ما تدوبيها بره النار ارفعيها على النار. يا استاذه غاده. الو. صباح الخير يا هانم. صباح الخير يا شيخ حسن، عامل ايه؟ صباح الفل يا عروستنا يا جميل. الله يخليك. بقول لك ممكن اسالك سؤال؟ اتفضلي يا هانم. انا مش عارفه هي البسبوسه بتطلع معايا ناشفه ليه؟ والسؤال الثاني معلش، العسل بتاعه، العسل بتاع البسبوسه بيبقى خفيف اهو. هنعمل كل حاجه وهنقول لك التفاصيل حالا يا حبيبتي. تحت امرك يا جميل، تحت امرك. اول حاجه تطلع ناشفه ليه؟ لان حضرتك ما اتبعتيش التفاصيل اللي احنا عملناها.
التفاصيل ايه يا حسن؟ انا جبت ثلاث كوبايات كبار من دقيق السميد، اديتهم معلقتين جوز هند وذره بيكنج باودر وقلبتهم مع بعض. جبت كازارولو حطيت فيها ثلاث ارباع كوبايه سمنه، ثلاث ارباع كوبايه لبن، ثلاث ارباع كوبايه سكر، نص شربات العسل بتاع الكنافه او الجلاش، ودوبتهم ويكونوا ما يكونش سخنين. وبعد كده عملت ايه يا عم حسن؟ وبعد كده رحت جاي عامل الخطوه الثانيه ايه؟ رحت جاي ضايف الحاجات دي على بعضها ومقلبها، ويا دوبك هتلم رمانه جبت الصينيه دهنتها ماده دهنيه وسبتها في الثلاجه، وبعد كده حطيتها ايه؟ لها طحينه وحطها وبليت ايده ميه وخبطتها. اقدر اعملها ساده او باللوز زي ما انت شايفه، على درجه حراره 220 لمده 5 دقائق، بعد 5 دقائق بتخفضيها الى 200 وتسيبيها 25 دقيقه. رفعنا هنا الشربات اهو، هيبقى عندك زي الفل، كوبايتين ونص من السكر قدامك اهو، كوبايتين ونص من السكر على كوبايتين ونص من الميه وشويه عصير ليمون او ذره ملح. هنقول صباح الفل يا باشمهندس خالد. الو صباح الفل يا غالي. صباح الفل يا شيف حسن، اخبارك ايه؟ نهارك قشطه يا باشمهندس خالد. عايز اعمل بقى تهنئه عشان السنه الهجريه ان شاء الله، عام هجري جديد ان شاء الله. كل سنه وكل سنه مشاهدينا طيبين يا خالد. كل سنه وانتوا طيبين، سنه هجريه سعيده علينا اجمعين، 1442 من هجرتنا بينا نبي العالمين، اللهم صلي وسلم عليه هو نور هدانا ليوم الدين. ودوا معايا الله يزيح عنينا الغمة، قولوا معايا اللهم آمين. اللهم آمين يا رب. كل سنة وانتوا طيبين. السلام عليكم يا شيخ حسن. يا جماله يا جماله يا حركاته يا عم خالد، دايما معانا في كل المناسبات. واحنا بنعلق كده لازم البسبوسة تاخد اللون الذهبي الغامق، الشربات يغلي. تعالى بقى نعمل هنا الصنف الثاني، خطواتك كده كلها قدامك اهو. عندنا ايه يا عم حسن؟ ثلاث ارباع كوبايه ميه دافيه احطها عشان ادوب فيها، ثلاث ارباع كوبايه ميه دافيه عشان اعمل البسيمه واحده واحده كده. يا عم يا عبده صباح البحر يا عبده. ايوه الشيف حسن. وحشني يا عبده. وبحبك قوي ونفسي اشوفك. نهارك قشطه يا عبده. اكلاتك. صباح الفل يا جميل. اشوفك. ده شرف لينا يا عبده. كل سنه وانت طيب على السنه الهجريه الجديده. وانت طيب وكل ساده مشاهدينا طيبين يا عبده، ربنا يخليك يا حبيبي. عايز اسال حضرتك على طلبين لو سمحت. اتفضل يا عبده. عايز طريق، انا عندي فرخه وما عندناش شوايه، عايزين نشويها في الفرن يا عبد. وعايز طريقه الكنافه بالمانجا. حاضر. بص يا عبد، الفرخه اغسلها كويس قوي انت وماما وسعيده بره وجوه، ملح قشن دقيق فلفل خل، ادعكها مره واثنين وثلاثه واربعه واشطفها، وبعد كده هاتها من ظهرها افتحها ظهرين ساندوتش، وهات المبط بتاع الماما من المطبخ وكسر العظم جوه اللحمه، كسر العظم جوه اللحمه، وجيب ميه بصل وميه طماطم وشويه زبادي وشويه مستردة وملح وفلفل وبهار، وادعكها بيه وسيبها في التلاجة نص ساعه. بعد نص ساعه طلعها دخلها الفرن على درجه حراره 200، هتاخد 10 دقائق، على 10 دقائق اقلبها على الوش الثاني 10 دقائق كمان وادعي لي يا عبد. اما الكنافه بالمانجا، بتجيب الكنافه بتحمرها بتدخلها الفرن تاخد لون ذهبي، وتطلع تسقسقها بالسمنه وتدخلها ثاني تعصب، وتصفي منها السمنه وتروح رش عليها شويه شربات التقيل بتاع الكنافه، وتسيبها تبرد. بعد ما تبرد بتفرتكها، بتعمل شوبست كريم، بتجيب نص كوبايه بس كريم صابون التحضير مع كوبايه عصير مانجا، تقلبهم مع بعض، ويكون عندك كوبايه كريم شانتيه وفريش مخفوقه تقلبهم مع بعض، بتعمل طبقه كنافه طبقه كريمه مانجا، طبقه كنافه طبقه كريمه مانجا، وهكذا لحد ما تملى البوله. ويا جماله يا حركاته يا عبده، الفراخ المشويه او الكنافه المانجا بتركات وحركه شيف حسن. يا عم اسلام صباح الفل. يا عم اسلام الو. اخبار حضرتك ايه؟ صباح الفل يا عم اسلام. صباح الفل يا شيف حسن. نهارك قشطه يا حبيبي. سعيد جدا بحضرتك. ده شرف لينا يا عم اسلام، احنا تحت امر حضرتك. شيف حسن والدتي بس كانت عايزه تسلم على حضرتك وتسالك على البسبوسه بتنشف ليه؟ حلوه قوي الدهاني. الحاجه السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته يا حاجه. الله يخليك. صباح الفل والقشطه والياسمين منورانا. ربنا يخليك يا رب ويديك الصحه والعافيه يا رب. بعد اذنك يا حاجه ادعي لي والنبي. الله يبارك لك ويديك الصحه. امين يا رب. امين امين يا رب. ربنا يكرمك ويديك الصحه يا رب. امين يا رب. امين يا رب. امين. اموريني يا حاجه اموريني. انا كل ما اعمل البسبوسه فعلا بتنشف مني. بص البسبوسه اسهل منها ما فيش، بس اتبعي اللي احنا عملناه الفرن، اظبطيه على درجه حراره 220 الاول قبل ما تبداي، ونبدا ونقول بسم الله الرحمن الرحيم. نحط ثلاث كوبايات من دقيق السميد، معلقتين من البيكنج باودر، ذره من البيكنج باودر، معلقتين جوز هند، ذره من البيكنج باودر،
وبعد كده تلات ارباع كوبايه سمنه وتلات ارباع كوبايه لبن وتلات ارباع كوبايه سكر ونص كوبايه شربات تقيل، ادوبهم يكونوا دافيين مش سخنين، وبعد كده اعجن بيهم يبقى مرمله. اول ما ترمل عندي كده بالشكل ده بجيب صينيه بدهنها ماده دهنيه، وبعد كده ادي لها شويه طحينه واخد الخليط ده احطه جواها وبل ايديها بالميه اطلع منها الهواء وادخلها الفرن على درجه حراره قدامك اهي 220 خمس دقائق، بعد خمس دقائق خفضها ل 200 وعلقت على الشربات. وبص الشربات قدامك عشان انا هطلع البسبوسه دلوقتي من الفرن بعد ما تاخد اللون الذهبي الغامق هسقيها قدامك. اهم حاجه ده يغلي كويس، وهنا بعلق على الهريسه وتحت امرك يا حاج. بص هنا الشربات ده بعد ما يغلي والبسبوسه تاخد اللون الذهبي الغامق ده لازم يغلي كويس. انا عندي واحد عصير ليمونه او ذره ملح ليمون. هنا المقادير دي بتاع الهريسه، المقادير قدامك اللي هاخد لون ذهبي غامق، اهم حاجه البسبوسه لون ذهبي غامق اللي قدامك ده، والشربات يكون بيغلي وهي طالعه من الفرن على درجه حراره 200 لمده 25 دقيقه والشربات يكون بيغلي. اما هنا مقادير الهريسه، حطيت 3 ارباع كوبايه من الميه وحطيت معلقتين ونص من عسل الجلوكوز دوبتهم و3 ارباع كوبايه سمنه. بص التفاصيل اهو، وشويه فانيليا. يا ام رنا حاول اتصلي بينا يا ام رنا. وادوب السمنه مع الميه مع الفانيليا، خد بالك اهو عشان اعمل هريسه، خد بالك اهو من التفاصيل اهو. قدامك اهو الهريسه خطوات البولت الميه. شكرا يا زياد. تعال انا اهو دوبت هنا تلات ارباع كوبايه من الميه مع تلات ارباع كوبايه من السمنه مع شويه فانيليا اهم. يا استاذه نوره صباح الفل هناك. صباح الخير يا شيف حسن، نهارك قشطه يا هانم. ممكن بعد اذنك البشاميل؟ وطي التلفزيون عشان نسمع سؤالك يا حبيبتي. يا نوره الو، وطي التلفزيون واسمعيني من التليفون. ماشي، بقول لك ممكن اسال على البشاميل؟ اتفضلي. حاجه تاني؟ لا بقول لك البشاميل ممكن ازاي وبعد اذنك الحواوشي. بص يا حبيبتي، اول حاجه البشاميل سهل جدا، ثلاث معالق سمنه كبار او زبده، ثلاث معالق دقيق، بتحطهم في كازرول وبتحوريهم. يعني ايه تحوريهم؟ تحمصيهم ياخدوا اللون الذهبي الفاتح. هتتبليهم شويه ملح شويه فلفل ابيض مكعب مرق، وتكوني مجهزه ست كوبايات كبار من اللبن الدافي. هتحطي اللبن كله مره واحده وتقلبي فيه لحد ما يربط، يبقى عندك بشاميل انسياب. ثلاث معالق سمنه او زبده، ثلاث معالق دقيق، شويه ملح، شويه فلفل ابيض مكعب مرق، ست كوبايات لبن دافين، كل الكلام ده. اما الحواوشي بتجيب الرغيف من عند الفرن اللي جنبك، الرغيف الصغير الحلو ده، ويكون مستوي 75%. عندك لحمه مفرومه، شويه ليه، شويه بصل مفرومين، شويه فلفل اخضر، شويه فلفل حار، ملح وفلفل وبهار وجوز الطيب، وطبعا سماغي الخلطه دي مع بعض. بتاخد اللحمه حسب ما انت عايز، عايزه تحط 200 جرام، عايزه تحط 150 جرام في الرغيف زي ما انت عايز او 100 جرام، وتفرديها وتقفلي عليها كويس قوي. على طاسه على النار تقدري تبصميها، او على شوايه تقدري تبصميها، او في الفرن زي ما انت عايز. تعال شوف الشربات بقى، بص عشان ايه؟ ده الشربات زي ما انت شايف كده بيغلي بتاع ايه؟ بتاع البسبوسه. بص تفاصيلك كده، احط له ايه؟ واحد عصير ليمون يغلي كده، هو بيغلي كده قوي. تعال شوف التفاصيل بتاعتي اعمل ايه، الكيمياء اشتغلت وانت كده زي ما انت كده قدامك التفاصيل اهو. اروح عامله ايه؟ جايبه البسبوسه من الفرن اللي واخده لون ذهبي غامق، واخده لون ذهبي غامق. تعال شوف كده التفاصيل، ساده او بالمكسرات. بص قدامك اهو واخده لون ذهبي غامق. تعالى كده اهو اسقي، قابل قابل وهي سخنه وهو سخن كده، قابل بعض. بص التفاصيل والحركات والتكات، اول ما تشرب كده تعرف ان هي ناجحه، ما شربتش ما تتكلميش. كل التفاصيل قدامك، تشرب كده قدامك اهو. يا جمال الفيبريشن، يا جمال الفيبريشن، هي سخنه والشربات سخن. اما بقى الهريسه هنعملها ازاي يا عم حسن؟ انا اهو قدامك وهي بتشرب كده. مقادير الهريسه سهله جدا، عندي هنا اهو الثلاث ارباع كوبايه ميه وثلاث ارباع كوبايه سمنه وشويه فانيليا. خد بالك من التفاصيل هنا. الخليط الناشف ايه يا حسن؟ كوبايتين ونص من دقيق السميد، وكوبايه دقيق ابيض، وكوبايتين ونص جوز هند ناعم. سهله سهله جدا. وبعد كده نعمل ايه؟ اقلب ده كده يا ياسر، اقلب ده اقلب ده اقلب ده اقلب ده، اللي هو كوبايتين ونص من دقيق السميد، كوبايتين ونص من جوز الهند، كوبايه من الدقيق الابيض. واعمل ايه؟ بص التفاصيل، اجيب تلات ارباع كوبايه الميه وتلات ارباع كوبايه سمنه وشويه فانيليا، احطهم كده كلهم كده. بص على البسبوسه بقى، بص على البسبوسه، بص على البسبوسه.
شفت البسبوسة بص شربت ازاي، بص الترميلة، بص التفاصيل، بص الحركات، هو دي احلى بسبوسة ولا كون في الاحلام. هنا عجنت الهريسة بتاعتي، بص مرملة ازاي، هي دي التفاصيل قدامك، التفاصيل اهو، بص الترميلة، هي دي الترميلة. عايز هحشي ايه يا حسن؟ هحشيها ايه؟ تعالى اما نشوف حشواتها بعد ما عملها في الصينية. حشوها ايه يا حسن؟ جوز هند، سوداني، زبيب، سميط، شوية قرفة، وشوية عسل تقيل، شربات تقيل اهو عشان يربطوها. العسل ده يا حسن عشان يخلوهم يمسكوا ببعض، شوية عسل تاني يا زياد وشوية قرفة، واحدة واحدة اهو. ادخل مكوناتي دي كلها مع بعض عشان ترمل، تبقى مرملة، والعسل ده يمسكها مع بعض، وهبدأ اعمل طبقة من الخليط بتاع الهريسة دي في الصينية من تحت، واحط الحشو واعمل طبقه من فوق وادخلها من الفرن واجهز لها الشربات التقيل. لكن التريكات والحركات اللي هنسها انتظروني. وعدنا والسبيشال كله عندنا، بدانا حلقتنا ده بسم الله الرحمن الرحيم عشان ايام الصيف وايام السهر والجمال والحركات في الاجازات. تعالي نعمل بسبوسه ونعمل هريسه ونعمل بسيمه ونعرف الفرق بين البسبوسه والهريسه والبسيمه. زي ما انت شايفه مشكله المصريين كلها في البسبوسه، لازم البسبوسه تكون قطرها نص سنتي عشان ما تنشفش معاكي، وفي نفس الوقت تتبع المقادير اللي احنا قلناها بالكوبايه، ثلاث كوبايات من دي الصميت السايب، معلقتين جوز هند، ذره من البيكنج باودر، وتقلبيهم مع بعض. كزرول تحطيه على نار هاديه، تحطي فيها تلات ارباع كوبايه لبن، وتلات ارباع كوبايه سمنه، وتلات ارباع كوبايه سكر، ونص كوبايه شربات بتاع الكنافه وبتاع البقلاوه، وتدوبيهم ويبقوا دايبين دافيين، ما يكونوش سخنين، وتحطيهم عليهم وتقلبيها ما تبسهاش، تعجنيها تبقى مرمله، وبعد كده تحطيها في صينيه مدهونه ماده دهنيه ومبطنه طحينه، وتبلي ايدك ميه وتسويها وتخبطيها تخبطتين عشان ما تكونش معيشه، ما يكونش فيها هواء. فرنك على درجة حرارة 220 لمدة 5 دقايق، بعد 5 دقايق بتخفضيها إلى 200 وترفعها على النار مع كوبايتين ونص من السكر، كوبايتين ونص من المية، تدوبيهم، وأما يغلوا تديهم واحد عصير ليمون. أي طالعة سخنة واخدة لون ذهبي غامق والشربات بيغلي قبل وبعد زي الفل. وفي نفس الوقت قبل ما نطلع فاصل عملنا الهريسة، وقلنا الفرق بين الهريسة والبسيمة إن الهريسة كمية كبيرة من السميط، أما البسيمة كمية كبيرة من جوز الهند، فخدي بالك من الفرق ده، واضح قوي. الهريسه قدامك اللي احنا هنحشيها فرق كبير، السميد ضعف، اما جوز الهند في الهريسه ضعف. لازم العجينه بتاعت الهريسه تبقى مسمغه كده، بص تبقى مسمغه كده، بعد ما عجناها تبقى مسمغه كده قدامك عشان نعمل بيها ايه؟ نعمل بيها الفورمه. بعد ما سمغتها كده والحشو بتاعها اهو، اديته شويه من جوز الهند من الكاكاو، اخد العجينه دي حته حته كده افردها زي ما انت شايفه بايديا كده اهو في الفورمه بتاعتي، واحده واحده كده بايديكي، العجينه مسمغه زي ما انت شايفه كده. اهم حاجه تبقى سمكها واحد عشان السوى، خدي بالك اهو، واحده واحده اهو، افردي افردي افردي. بعد ما اتاكدتي من تحت القاع اهو ان كله سنتي واحد، اروح عامل حرف تاني، واخد اهو وعامله حرف، اعملي حرف كده اهو واظبطيه خطواتك كده اهو، واحده واحده كده، تاخدي حته. يا عم حلمي صباح الفل وكل البحيره حبايبنا. صباح الفل يا شيخ حسن، نهارك قشطة يا عم حلمي. رشيد كمان احلى تحيه لرشيد كلها. انت عايز اكلمها؟ ربنا يخليها لك ويخليك ليها، اتفضل يا فندم. اسم البنت ايه يا عم حلمي؟ الو يا حلمي، رؤية. اسمها ايه؟ ريتاش ورؤية. رؤية؟ ايوه معاك يا رؤية. ريتاش ورؤية. يا ريتاش، اه ريتاش يا رؤية، ربنا يخليهم لك يا ريتاش يا رؤية. انتوا فين يا ولاد؟ الحمد لله. ازيكم، انت ريتاش ولا رؤية؟ احنا في رشيد. رشيد احلى تحية لرشيد كلها، احلى تحية يا حبيبتي، تحت امرك يا رؤية. سلم عليك وعلى اسرتك وعلى اصحابك وعلى عيلتك كلها، ربنا يخليهم لك يا حاج. زي ما انت شايف كده عامل لها حرف، واحده واحده كده اهو، وظبطها بكل تفاصيلك واحده واحده عشان تعمل هريسه قدامك اهو. بعد ما ظبطتها كده اهو، ظبط الحروف بتاعتها كده اهو،
وتاكد ان كل الحجم واحد، اروح جايبه ايه الحشو. الحشو ده ده الايه هناك الناحيه الثانيه. بص الحشو اهو، شفت حشوك اهو يا عم احمد. صباح الفل يا عم احمد. شيف حسن، نهارك قشط عم احمد وكل الجيزه. ده انت منور الدنيا يا حبيبي. ده نور حضرتك يا عم احمد يا غالي. انت عامل ايه؟ كله بونو والحمد لله يا عم احمد. على فكره احنا متابعينك اول باول وبنحب نسمع حلقاتك. ده شرف ليا وتكفو دماغي من فوق يا عم احمد. عايزين نعرف بس الرقاق باللحمه المفرومه. الرقاق سهل جدا، انت بتجيب كيلو الرقاق، 2 كيلو رقاق، اهم حاجه يكون عندك شوربه مركزه، شوربه فراخ، شوربه لحمه، طعامها لبن وطعامها سمنه وتغلي. الشوربه اهم حاجه، اهم حاجه تجيب شوربه مركزه كانت فراخ او لحمه، طعامها نص كوبايه سمنه نص كوبايه لبن وسيبها تغلي. الرقاق ناشف، هنعمل لحمه على الصاج، ماده دهنيه، بصل، لحمه، معلقه صلصه، طماطميه مبشوره، ملح وفلفل وبار وشويه سكر وسقساء ميه، وتسيبها تخرز تعمل تقريزه وتسبك. بعد كده بنجيب الرقاق، بدهن الصينيه بتاعتي ماده دهنيه، وبجيب الرقاق اغطسه جوه الشوربه المطعمه لبن وطبعا سمنه، وتسقي كويس وتعمل طبقاتك، وكل مره تسقي الرقاق وتعمل اربع طبقات تحت، وبعد كده تفرد اللحمه على الصاج وتعمل اربع طبقات من الرقاق فوق، واهم حاجه تسقسقها تاني بالشوربه تخليها تشرب عشان وهي داخله الفرن تبظ بالشوربه وتبقى طريه كده. وبعد ما تطلع قطع وادعي لي، ما تنساش تدعي لي، تحت امر حضرتك. تعال بص يا باشا، الهريسه حشناها قدامك كده اهو. هنعمل ايه تاني يا عم حسن؟ اجيب العجينه دي بقى، بص اهي اللي انا خليتها، هعمل بقى ايه؟ كيس بلاستيك تاني يا زياد، واحده واحده كده قدامك اهو. ادي العجينه اللي باقيه، اروح جاي واخداها مسمغاها بايديا كده، بص التفاصيل، سمغي بايديكي كده. بعد ما سمغتيها كده سمغيها، وبعد كده بتجيبي كيس كبير تفتحيه. عشان ايه يا عم حسن تفتحيه؟ عشان تفرديها فيه. واحده واحده كده، هتجيبي كيس وتروحي جايه فاتحه سكينه كده، افتحيه. واحد تاني افتحه لي، واحده واحده زي ما انت شايف كده فتحناه، واروح حطها كده اهو، خد بالك من التفاصيل، واخد العجينه اللي انا سمختها دي واروح حاططها، واجيب الكيس الثاني اللي عليها كده اهو واحطها، واقول يا استاذه صابرين صباح الفل يا استاذه صابرين. استاذه صابرين وكل سوهاج حبايبنا، بايدك كده افردي، خدي بالك اهو، عشان ايه؟ يا استاذه صابرين حاول اتصلي بينا تاني. وبالنشابه بتاعتك كده اهو، بص التفاصيل، وشي ماشي كده اهو، واحده واحده كده، وشوف القطر بتاعك، وانت ليك نظره وانت بتعملي القطر بتاع الصينيه اللي جنبي دي، القطر بتاع الصينيه اهي والحجم واحد. يا استاذه اسماء صباح البحر. يا استاذه اسماء صباح الفل يا هانم. يا حسن كل بونو يا حبيبتي زي الفل. تسلم ايدك بجد، انا اول مره اتكلم في برنامج. احنا تحت امرك يا فندم، خدي نفسك، انت منورانا ومنوره الهوا على قناه الحياه في برنامج اكلات وتكاتشف حسن. ربنا يبارك في حضرتك يا رب. تحت امرك، تسلم ايد حضرتك. احنا تحت امر حضرتك يا هانم. ممكن اعمل اهداء لوالدتي؟ ربنا يخليكي ليها ويخليها لينا يا فندم. اتفضلي، اسمها ايه الحاجه؟ اسمها ام مروه. يا ام مروه بنت حضرتك، بتبعت لك احلى تحيه، وبرنامج اكلات وتكاتشف حسن بيقول لك يا ام مروه احلى تحيه من برنامجنا، وربنا يخليك المروه ويخليكي ليها ويخليها ليكي، وما تنسيش يا ام مروه تدعي لنا حاجه، ربنا يخليها لكم. بص كده التفاصيل اهو، بص الحركات قدامك اهو، تمام، وادي اللي اتحشت اهو. اروح شايله ده واروح جايبه دي هنا، خطواتك كده كلها قدامك اهو، واروح جايبه ده هنا، واروح واخده ده كده مغطيه كده، ولا شحر ولا ساحر ولا شعوذه، ولا ساحر ولا شعوذه. وثبتي بقى، بصي ثبتي القعده اللي فوق على اللي تحت، خدي بالك اهو، ثبتي 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 ثبتي. بعد ما ثبتي هتعملي ايه؟ هتعملي ايه؟ هتشيلي الزيادات اهو اهو اهو، شيلي الزيادات كده بكل ايه سهوله، واحد بس، واحده واحده اهو بكل سهوله. يا استاذه مروه صباح الفل وكل سوهاج. انا شيف حسن. صباح الفل يا هانم. شيف حسن، ام الحواوشي تعمل ازاي؟ بصي، بتجيبي عيش من الفرن يكون مستوي 75%، قولوا له نص سوا هعمل بيه حواوشي،
وبتجيبي كوبايه لحمه مفرومه ومعلقه ليا وبصلايه مبشوره وقرن فلفل اخضر مبشور وقرن فلفل حار مبشور وشويه ملح وشويه فلفل وشويه بهار وشويه جوز الطيب. هتسمغي الكلام ده وتفتحي الرغيف ساندوتش وتفرديه وتبططيه، حطيه على الشوايه، حطيه على طاسه، حطيه في الفرن، هيطلع معاكي زي الفل. تحت امرك يا حاج. بص التفاصيل كده هنا اهو. بعد كده بص يا ياسر بقى التفاصيل الثانيه. تفاصيلك ايه حسن تاني قدامك اهو؟ هتعمل ايه؟ هتروح جايه مخرماها كده اهو، بص تخريمه كده كده اهو كده اهو كده اهو. دلع وانت بتدلع، بصم كده اهو بالشكل ده اهو. وبعد كده يا عم حسن تعالى شوف بقى معلقه طحينه. بص التفاصيل، لمع بيها معلقه الطحينه كده، معلقه الطحينه لمع بيها كده. حطيت معلقه الطحينه ولمعت، تعالى شوف التفاصيل كده اهو. اروح عامله ايه؟ بص بقى رشه سمسم يا دلعو، رشه سمسم. تعالى بقى ندخل فرن واطلع اللي استوى. تعالى شوف بقى، ادي البسبوسه اللي انا لسه، البسبوسه اللي انا لسه مدخلها يا ياسر. بص البسبوسه، بص يا ياسر، وقابلني قابلني قابلني، شربات بيغلي يا تفاصيلك. بص عندك اول ما تشرب تعرف ان هي ناجحه. اما الهريسه ادخلها الفرن، اما الشربات بتاعها خد بالك اهو بقى شرباتها ايه يا حسن. دي شربت على طول لازم تشرب، دي سينيه دي سينيه. تعالى هنا اهو نعمل الشربات بتاع الهريسه اللي في الفرن. سينيه قدامك شربت لاخر لحظه اهو. الشربات بتاع الهريسه اللي في الفرن عباره عن ايه حسن؟ كوبايتين سكر، خد بالك اهو، كوبايه ميه ده تقيل، ذره ملح ليمون، ذره ملح ليمون، خد بالك اهو، وادوب بره النار السكر، الواحد سكر واتنين ميه. اتاكد ان هم دابوا. تعالى هنا اهو نشوف التفاصيل. اشغل النار بتاعتي على العالي، احطها هنا كده. انا حطيت ذره ملح ليمون قبل الغليان، وفي ذره بعد الغليان، وبعد الغليان معلقتين عسل كلكوز، خد بالك من التفاصيل اهو. وانا بعمل كده بقى عملت الهريسه، تعالى نعمل بسيمه ونعرف الفرق بين البسيمه والهريسه. عندي هنا اهو على النار احط ايه؟ احط عندي نص كوبايه من اللبن، ثلاث ارباع كوبايه من الميه، تلات ارباع كوبايه من السمنه، خد بالك من التفاصيل اهو، شويه فانيليا. وبعد كده يا عم حسن انشف اللبن اللي عندي ده عشان النار ما تفصلش. خطواتك كده كلها قدامك اهو. هنا الشربات ده بتاع الهريسه اللي في الفرن، سكر وميه، سكر ميه، الميه السكر ضعف الميه، وذره ملح ليمون قبل الغليان، وبعد الغليان ذره ملح ليمون ومعلقتين ونص عسل كلوكوز. اما هنا هو يا سور انا بعمل ايه؟ مقادير بتاعتي بتاعت البسيمه، حطيت الميه واللبن والسمنه والفانيليا. تعالى اما نعمل على مديد هتفي، تعالى هنا يا ياسر يا حبيبي اعملها يا زياد، تعالى حبيبي ظبطها انت، نقلب فيها بالراحه. ايه هنا اتفقنا البسيمه والهريسه، الهريسه دي 100 ضعف. اما الهريسه تعالى بفاقي جوز الهند، بص جوز الهند ناعم، كوبايتين ونص جوز هندي ناعم، نص كوبايه من الدقيق، نص واحد كوبايه من السميد، واحد كوبايه سكر بودره، وقلب ده مع بعضه، جوز الهند والدقيق الابيض والسميد وسكر البودره، ادخلهم مع بعض كده. شوف التفاصيل قدامك اهو، تمام، كل ده مع بعضه. وعندي هنا مع زياد، سيب ده خالص، عندي هنا اهو الميه والسمنه واللبن والفانيليا، بص اهو تمام، يا دوبك دفيو، اه دفيو، خدهم كده اهو اعجن بيهم. يا استاذ سحر الفورم يا زياد. ايوه استاذ سحر، صباح الفل يا استاذ سحر، نهارك قشطه، حاول اتصلي بينا الخط بيقطع من عند حضرتك. بص الترميله، بص التفاصيل، الترميله اهو سمنه يا حبيبي وفرش. بص الترميلة عاملة ازاي، اهم حاجة الترميلة دي، وانت بترمل كده تروح جاي مسقسقلها سنة مية. ترميلة قدامك اهو،
ما تبسيش اهو. اهم حاجه الترميله دي. بجيب عندي الصينيه بتاعتي ادي قدامك اهو، عملت لك البسبوسه وعملت لك الهريس وادي البسيمه بكل فاصله. يا عم زياد، يا عم زياد وكل كفر الشيخ يا حبيبي. يا زياد ازيك؟ حسن عامل ايه يا زياد؟ الحمد لله. تحت امرك يا حبيبي يا غالي. عاوزين طريقه الجمبري. الجمبري مقلي ولا مشوي ولا في الفرن؟ ولا بالصوص؟ جمبري مقلي. مقلي. بص اهم حاجه الجمبري يا زياد، هتعمله مشوي، هتعمله بتر فلاي، هتعمله في الفرن، هتعمله مقلي، لازم 4 دقايق فقط لاجر. ليه؟ عشان يقطم تحت درسك، لان الكاليماري او الجمبري لو زاد عليه وقت السوى هيشد معاك ويبقى استك. الجمبري جماله ايه؟ ان هو يقطم زي المكرونه الدنتي. فتعمله ازاي مقلي؟ بتتبله، ما عندك عصير ليمون وبشر ليمون وتوم وكمون وشويه ملح وشويه شطه، وتسيبه في التتبيله نص ساعه، وبعد كده بتعمله دقيق مبهر. دقيق فيه نشا، فيه بيكنج باودر، ملح وفلفل وشويه توم باودر وبصل باودر، وتنزله جوه الخليط ده جوه ميه ساقعه الاول، ميه بتلج، وبعدين جوه الدقيق ده وتميه بساعة 4 مرات، وبعد كده تنزله جوه ميه ساقعه وزيت سخن عميق، هيطلع معاك كريسبي وزي الفل. تحت امرك يا زياد. تعالى بص، الصينيه بتاعتي دهنتها ماده دهنيه بالشكل ده قدامك اهو، واروح جايبه الخليط بتاعي. بص الخليط مرمل ازاي يا ياسر، هو ده، هو ده النقطه بتاع الترميل عشان شربات واعلق عليه قدامك اهو يا جمالك. بص الترميله وشرباته تقيل برضو زي الشربات بتاع الهريسة، هو شربات البسيمة. تمام؟ هعمل ايه بعد كده؟ هعمل ايه؟ يا عم احمد وكل سلام للمنيا. يا اهلا وسهلا. صباح الفل يا عم احمد يا غالي. مساء الفل يا باشا. نهارك قشطة يا عم احمد. نهارك زي الفل يا شيف. نهارك قشطة، أمرني يا عم أحمد وسلام لكل حبايبنا في المنيا. أنا سعيد خالص إني عرفت أوصل لك والله. ده شرف لينا يا عم أحمد وسلام لكل حبايبنا في المنيا. الله يحفظك لنا يا رب، الله يبارك لك. تحت أمرك يا عم أحمد. الأمر لله. لو سمحت عاوز أحدث طريقة لعمل الكيكة. أحدث طريقة لعمل الكيكة، مفيش اسمها أحدث طريقة لعمل الكيكة. في كيكات يا عم أحمد سابقة التحضير باودر، بتجيب نص كيلو من السوبر ماركت، بتحط لها 6 بيضات، النص كيلو بياخدوا 6 بيضات وربع كوبايه ميه دافيه، وتضربهم 10 دقائق في العجان على السرعه الثانيه، وبعد كده بتحطهم في الفورمه وتدخلهم الفرن. دي اسمها ايه؟ باودر سابقه التحضير. لكن الكيكه الاسفنجيه الكلاسيكيه الكلاسيكيه لازم 10 بيضات وكوبايه سكر وذره فانيليا، ويكون الوعاء اللي هتضرب فيه ناشف ونضيف والمضرب ناشف ونضيف. هتدوب السكر مع البيض كويس قوي، وبعدين ترفع الخفق لحد ما تضاعف حجمه 4 مرات، وتفصل المكنه. بتجيب كوبايه ونص من الدقيق، بتديها نص معلقه من البيكنج باودر وذره من الايه؟ وذره من الملح، وبعد كده ترش الدقيق وتقلب من تحت لفوق، وبعد كده بتعبي فورمتين يكون مقاس 22 سم يكون مدهون ماده دهنيه، فرنك على درجه حراره 180، دخلها 35 دقيقه تطلع معاك كيكه اسفنجيه فانيليا. عايزها بطعم الشوكولاته، بتشيل معلقتين من الدقيق وتحط معلقتين من الكاكاو. تعالى بقى كده يا عم ياسر، بعد ما عملت الكلام يا استاذه ايه. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته وكل حبايبنا في الشرقيه. انا بحبك قوي يا شيخ. ده شرف ليا يا استاذه ايه يا حبيبتي يا غاليه، ده انت بلدياتي يا حبيبي. الله يكرم اصلك يا رب، انت عامل ايه؟ كله بونو يا حبيبه قلبي. بسم الله ما شاء الله عليك، انا وعليك. بحبك قوي. ده شرف ليا، وان شاء الله تكوني مستفيده يا حبيبتي من برنامجنا. الله يبارك اصلك يا رب، الله يبارك لك. امين يا رب. اموريني يا عسل. الامر لله، انا بطمن عليك بس. صباح الفل يا قمر ونهارك قشطه، وسلام لكل الشرق وحبايبنا الناس الطيبه. يا جماله، فرني على درجه حراره 200، تعالى بدخل الفرن عشان اطلع اللي استوى وتشوف التفاصيل قدامك دلوقتي حالا. شربات بيغلي اذا كان بسيمه او هريسه، هو نفس الكلام. بعد ما غلي كده يا ياسر، اللي هو الاثنين سكر واحد ميه وذره ملح ليمون، هعمل ايه؟ هجيب ذره ملح ليمون الثانيه. بص التفاصيل اهو، ذره ملح الليمون الثانيه احطها، وهعمل لها كمان ايه؟ معلقتين ونص من عسل الجلوكوز للمعه. يا دوبك اهو جاهز كده. تعالى بقى انا اطلع لك اللي استوى. قابلني بقى يا عم ياسر. البسبوسه بتقول لك يا تفاصيلها قدامك اهو، البسبوسه بتقول لك يا تفاصيلها، خطواتك كده كلها قدامك اهو. يا جمالك يا جمالك. اما هنا بص ده بقى، الشربات تقيل اهو وهي سخنه، هو سخن. يا تفاصيلك يا حركاتك. نفس الشربات ده هتعملي الهريسه وهتعملي البسيمه، نفس الشربات ده، نفس الشربات ده للهريسه ونفس الشربات ده للبسيمه. قدامك اهو الشيء لزوم الشيء. تقفلي
بص قدامك التفاصيل، شربت واستمتعت وزي الفل قدامك اهو يا جمالك، كل التفاصيل قدامك، مفيش حاجه ما اتعملتش قدامك، كل حاجه اتعملت قدامك عشان تسعدي عيالك، كل التفاصيل قدامك اهو. طبعا صاحيه 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 يا جماله. قلنا الفرق بين الهريسه والبسيمه، الهريسه كميه السميد ضعف، اما البسيمه كميه جوز الهند ضعف، لكن التريكات والحركات لها ناسها. انتظروني. وعدنا والسبيشال كله عندنا، بدأنا حلقتنا قلنا بسم الله الرحمن الرحيم عشان الصيف وأيام السهر الجميل. عندنا مشكلة في البسبوسة، تعالي نعمل بسبوسة. عندنا في الهريسة، تعالي نعمل هريس. عندنا في البسيمة، عملنا لك البسيمة والهريسة والبسبوسة. قلنا لك الفرق بين الثلاث حاجات إيه. أول حاجة دي سميت 100%، البسبوسة شربتها خفيف، أما الهريسة فالسميت عالي جدا، نسبة السميت عالية فيها جدا وشربتها تقيل. أما البسيمة كلها جوز هند وشربتها تقيل زي ما انت شايفه كده، سقسقي عليها كده الشربات بتاعها كده، العسل بتاعك، ودلعي زي ما انت شايف كده قدامك. شربات تقيل للايه؟ للهريسه والبسيمه، اما البسبوسه شربات خفيف سخن. وعيش يا عم ياسر وعيش كل ساده مشاهدينا. We'll be right back.
تختاري تعملي بسبوسه، تعملي هريسه، تعملي بسيمه، عندي تحيه خاصه للحاج فيصل من عمرو ابنه، بقول له كل سنه وانت طيب يا حاج فيصل، وببرنامج اكلات وتكتشف حسكرات الحياه بنقول لك يا حاج فيصل ربنا يديك الصحه والعافيه وكل سنه وانت طيب. بنشكر كل سنه مشاهدينا في جميع انحاء العالم، بنشكر كل طاقم الحياه، بنشكر طاقم شيف حسن. بكره نشوفكم في حلقه خاصه من برنامجكم اكلات وتكتشف حسن على قناه الحياه. من واحده لاثنين هتروحوا فين؟ تريكات حركات اقدميه هنا مش في اي حته ثانيه. انتظروني.